أطلقت 16 جهة حكومية بين وزارات وهيئات ومؤسسات برنامج الإسكان، وذلك ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفا رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020 والوصول إلى 70% بحلول 2030. يشار إلى أن البرنامج الذي أطلق في الرياض يستهدف نسبة كبيرة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، كما سيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولا سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم.